السلام عليكم، مساكم الله بكل خير ويا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من هروج بريشو سماك داون. معكم اليوم فيصل لتقديم هذه الحلقة، فبسم الله نبدأ. عرض سماك داون الليلة سيكون مثير لبعض النقاط المهمة التي ستحدث فيه. ما هو سبب وجود إيلزورث وكارميلا في العروض بشكل مستمر؟ هل ستطالب أليكسا بليس بمباراة إعادة على لقب النساء الذي تحمله نايومي؟ وهل الليلة ستكون نهاية عداوة نيكي بيلا وناتاليا بسبب أن ستقام مباراة التثبيت في أي مكان أعلن عنها دانيال براين في الأسبوع الماضي؟ وهل ستدخل ماريس للانتقام من نيكي بيلا؟ هل سيرد الأمريكان ألفا على الأوسس؟ وهل سنشهد دخول فريق ثالث في العداوة؟ ما القادم لأبولو كروز وكاليستو؟ وهل سنشهد فريق جديد بينهم أم سيتحول أبولو كروز للشخصية المكروهة؟ ما القادم لدولف زيجلر؟ هل سيعود ذا ميز بعد غيابه في الأسبوع الماضي؟ هل سينتفض دين إمبروز على بارين كوربن الذي هاجمه في الأسبوع الماضي؟ وهل ستحدد ثاني المباريات في الراسلمينيا بينهم؟ هل سيطالب اي جي ستايلز بمباراة فردية على لقب WWE؟ كيف ستكون ردة فعل جون سينا بعد خسارته في الأسبوع الماضي؟ وهل سيشارك في المباراة الإقصائية؟ ما هي ردة فعل بطل لقب WWE بري وايت بعدما هزم إيجي ستايلز وجون سينا بشكل نظيف؟ وما دوره في عرض الليلة؟ في الأسبوع الماضي رفض النجم راندي أورتن مواجهة بري وايت في الراسلمينيا، ولذلك حدد دانيال براين في تالكينج سماك داون أن الليلة ستقام مباراة إقصائية الباتل رويال لتحديد المصنف الأول على لقب WWE في الراسلمينيا 33. هل سنشهد مفاجآت؟ ومن سيكون الفائز؟ إلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا الأسبوع. لا تنسوا متابعتنا عبر التواصل الاجتماعي، لا تنسون تستمعون إلى هروج سماك داون بعد عرض سماك داون، أيضا لا تنسوا مشاهدة جدول برامجنا المثبتة بالصفحة الرئيسية، لا تحرموننا من الشير والسبسكرايب واللايك. مشاهدة ممتعة للجميع، ونشوفكم على خير يا شباب، في أمان الله.